السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم كما كتشاهدوا إن شاء الله غنحيدوا بعد الفلفلة وبعد المطيشة باش نكونوا إن شاء الله واحد شلاضة للدجاج ديالنا على بركة الله. نبداو نحيدوا بعض الفلفلات، الفلفلة الحارة والفلفلة الحلوة. هانتوما كما كتشاهدوا هذه الفلفله، ديجا كنشاركت معكم هذا الفيديو ديال هذه الفلفله. دابا راه كنجنيوها ان شاء الله بحول الله. ها انتما الفلفله كما كتشوفوا تبارك الله عطات. هذه غنديروا واحد الاكله للدجاج باش ان شاء الله الدجاج ديالنا باش راه كان شي ميكروب عنده في الكرش ديالو. المهم غنعطيوه اكله ديال شلاضه، سلاضة بالفلفلة حارة ومطيشة، أكلة جديدة وصالحة للدجاج البلدي ولا الرومي ولا السمان ولا الفيوم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعة. تابوناو عندي في لاشين ديالي وتبركوا على الجرس، تخليوا لي لايك، واللي بغى شي استفسار شي حاجة مرحبا وألف مرحبا. كما كتشاهدوا غنجنيو بعد واحد تقريبا واحد الكيلو ديال الفلفله باش ان شاء الله غنديروا به سلاد لهاد الدجاج. ها نتوما غتشوفوا الطريقه ان شاء الله بحول الله. هاد العشيه غنعطيه هاد الوجبه هذه باش غدا الصباح ان شاء الله غنعطيه واحد نعطيه الماء ديالو اللي هو خل ديال التفاح باش يغسل ليه داك الامعاء ديالو باش حتى كانت فيه شي امراض ولا شي حاجه يتحيد منه. هذا بحال لي زانتيبيوتيك ديال الدجاج، هذا كيصفي ليه الامعاء ديالو و تيولي الحمد لله في حاله جيده. ضروري نعطيوه هذه الوجبه هذه في العشيه والصباح نعطيوه يشرب الماء ديال خل التفاح. هانتوما كيما كتشاهدوا غنجنيو له هاد الفلفله. غنزرب معكم الفيديو باش ان شاء الله نكملوا الفيديو ديالنا. المهم حصلنا على هاد الكميه هادي ديال هاد الفلفله ومطيشه، غنقومو بالتقطيع ديالها. هانتوما نقطعوها طريفات صغار باش الدجاج ديالنا يقدر ياكلها و ما تجيش غليظه. هادو تقريبا غنقطعهم كاملين، هاد الفلفلات غنقطعهم ومطيشه. المهم نديرو ليهم تقريبا دابا غنقدمو هاد الوجبه هادي للدجاج كما تعرف ديال هانتوما باش نعرفو بان الفلفله ومطيشه هادي كيبغيها الدجاج. هانتوما انا ما عنديش منين ندخل ولكن كنحط تنديرها من فوق الشبويك حيت انا هاد الدجاج هادو فارقو، كل واحد دايرو بوحدو، كل ديك داير مع سته ديال الدجاجات. هانتوما كما كتشوفو كاين تا الدجاج الرومي، كاين البلدي والرومي، هادو دجاجات روميين كنجبتهم هي في الهلس والحمد لله شو كيولاو ولاو ديوكا. وانا كل مره كنذبح واحد ما كنبيعهمش، كنذبح واحد كانوا عندي 10 هما كانوا عنده 20 ماتوا لي 10 وبقاو لي 10 وليت كل مره كنذبح فيما يكبر شي واحد كنذبحو. المهم كناكلو حنايا هذاك تما السمان. هانتوما بقاو لي هاد الجوج، بقى لي فروج ودجاجه رومي. هانتوما جينا عند الفيومي، حتى هو عطيناه شلاضه كما كتشاهدوا تيبغي حتى هو هاد الشلاضه. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.